سيد وزير الموارد المائية، إذا تتفضل توضح عن توفير ماء الصالح للشرب إلى مواطنينا الكرام في محافظة البصرة. السلام عليكم جميعا. سيدي، الوضع بالتأكيد الوضع الإنساني فيما يتعلق بالخدمات ومن ضمنها خدمات مياه الشرب وضع مأساوي بالبصرة، وأكو نقص مهول حقيقة بالخدمات، وهذا نقص متراكم عبر السنين. البصرة كانت ساحة لمعارك طويلة جدا. احنا بقدر تعلق الأمر بوزارتنا، وزارتنا مسؤولة عن تزويد المجتمع والمحافظات بالمياه الخام، أما مياه الشرب والمياه المعالجة بعد ذلك وكذا تخضع إلى اختصاصات ومؤسسات حكومية أخرى، سواء كانت اتحادية مركزية أو محلية. حادث التلوث الذي حصل في البصرة هو لم يحصل في منظومة المياه الخام، حصل في منظومة توزيع شبكات المياه وخارج منظومة المياه الخام. نحن عندنا نقطتين أساسية ندخل فيها كمنظومة مياه خام للبصرة. منظومة المعنية بمياه الشرب هي عن طريق قناة أصبحت تسمى قناة البدعة، اللي تنقل مياه الغراف العذبة إلى شمال البصرة في منطقة تسمى R0، وهذه قناة طويلة 240 كيلومتر، وهذه بدأ ببنائها عام 92 واستكملت عام 97. هذه مسؤولة عن تزويد البصرة بمياه عذبة للشرب بعد معالجتها بعد تعقيمها، فهي مياه عذبة. من نقطة R0 هناك توجد أحواض، بالتصميم الأساسي كان أحواض صغيرة نسبيا 750 ألف متر مكعب. عام 2011 وزارة موارد مائية وسعت، أضافت أحواض أخرى تتسع إلى 5 مليون متر مكعب. هذا طوارئ، هذه مياه عذبة طارئة في حالة طوارئ، إذا حصل حادث لا سمح الله أو انقطع شيء أو حصل شيء، بالإمكان لمدينة البصرة أن تشرب من هذه الأحواض. هذه عندما أنشئت سيدات والسادة بـ 97. السيد الوزير أرجو الاختصار حتى نتم مجال للسادة النواب. نعم، شكرا جزيلا. طيب، النقطة الأخرى اللي تدخل منها وزارتنا هي عن طريق نهر دجلة إلى شط العرب. إحنا بلدنا منذ يعني فترة في وضع شحيح، واستجابة لوضع الشحة اتخذت الحكومة إجراءات معينة بناء على توصيات من لجان مركزية فيها تمثيل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، بزيادة إطلاقات في مناطق معينة بشكل خاص في قلعة صالح إلى 75 متر مكعب الثانية، وهذه سيادة الرئيس تم الالتزام بها منذ بداية الشهر السابع. صارت مطالبات إضافية بعد ذلك بفترة، الآن التصريف من هذه النقطة يبلغ بحدود 90 متر مكعب بالثانية لتأمين 75 متر مكعب على تحادد ميسان البصرة حسب طلب القادة المحليين في البصرة. وأنا شخصيا قبل كم يوم كنت هناك واطمأنيت إلى وجود هذه الخدمة، وأنا أدعو السيدات والسادة النواب إلى زيارة هذه المواقع للاطمئنان بنفسهم عن مياه الشرب وكذلك عن المياه الخام التي تدخل شط العرب. لا خلص، تم زيادة أيضا إطلاقات البدعة، قناة البدعة. نعم نعم. راح نخلص، ما بقى هواية، ما بقى هواية. نعم نعم، كانت مطالبات بزيادة الإطلاقات من منطقة من الأحواض، من أحواض التخزين إلى منطقة هذه الR0،
وهذه الإطلاقات متوفرة، وحقيقة لدينا طاقة إضافية بالإمكان ضخها إذا كانت المحطة الضخ من منطقة آر زيرو هناك حاجة إلى هذا الأمر يعني. نعم، وهذا هذا الوضع مؤمن يعني منذ شهور. شكراً.